السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم مستر إسلام علي ساينس تيتشر. هنبدأ النهاردة ونشرح المنهج الجديد أو توقعات المنهج الجديد من الكتاب الخارجي بكر. توقعات نيو كريكولوم عندنا بتاع جريد 4 بيتكلم على 2 يونتس، يونت 1 ليفينج سيستم، يونت 2 ماتر اند انرجي. يونت 1 ليفينج سيستم، سيستم زي سيركيتوري سيستم، دايجستيف سيستم، نيرفس سيستم وهكذا. Unit 1 4 lessons. First lesson adapt and survive. Adapt and survive التكيف والبقاء. زي ما بيعمل الكاميليون بيعمل كاموفلاج تمويه، بيعمل تمويه بيغير لون، ده اسمه survive adapt and survive. Second lesson how do the sense work. كيف تعمل الحواس؟ عندنا كام sense؟ 5 sense، خمس حواس. Third lesson light and the sense of sight. ضوء وحساسية النظر، ازاي انت بتشوف، تمام. Fourth lesson communication and information transfer، نقل المعلومات والتواصل، ازاي بتتواصل الكائنات الحية مع بعضها. Unit 2 matter and energy، الطاقة والمادة. عندنا 4 lesson في unit 2. Lesson 1 movement and stop، الحركة والتوقف. Second lesson energy and motion، الطاقة والحركة. طبعا الطاقة هي اللي بتخلينا تتحرك، ناخد انرجي، الانرجي بتخلينا نعمل موشن. Third lesson the speed، the speed السرعة. Fourth lesson energy and collision، energy الطاقة والتصادم، ونقل الطاقة من مكان إلى آخر عن طريق التصادم. وده بيكون خلصنا معانا الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.